يرجع، وتاني حاجة تكون في ديمقراطية في البلد، ويكون الدستور موجود، والمجلس الشورى المنتخب يكون موجود، وإن شاء الله بعد رجوع الدكتور مرسي برضه هيبقى فيه اعتصامات، وهتلاقي برضه فيه احتجاجات، وهتلاقي فيه مسيرات، لأن هنطلب بتطهير البلد إن شاء الله، وبتطهير البلاد إن شاء الله. شمروخه ولعه السيس دماغه بتوجعه. حرمت لعبك، ألعبك مش لعبني يا اسطى.